عدو الله اخرج يا عدو الله اخرج 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 يا عدو الله. الله ودي على سلامتك. بسم الله. شوية ودي شوية. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجميع متتبعي ومتتبعات قناة رحموني عبد الرحمن. خوتي وحبابي ما عندي لاش نطول عليكم. الكل تيتسائل شكون هو هذا السيد هذا، واش هذا الشيء هذا حقيقي ولا لا. هذا السيد هذا خوتي كيداوي الناس اللي هي مسحوره مرشوشه مقيوسه، الناس اللي ما عندهاش الزهر، الناس اللي ما كتولدش، زائد الناس اللي مخرجين لها شي عمليه ديال القلب ولا ديال شي حاجه فيها الضر، وكتمشي عنده تيداويك بلا ما يفتح لك، عباره غير على واحد اللمسه تقبيصه تيولي فيك حتى شي حاجه. انا غادي نخلي لكم النمره ديالو في الصندوق الوش، نخلي لكم المرتو اخوتي، ومن بعد الناس اللي بغات تواصل معاه تواصل معاه وتشوف معاه. وزائد الناس اللي هي مريضه بمرض الخايب وهادي كتمشي، المهم بحال شفت واحد الفيديو الناس اللي كتدخن بيجي المرض الخايب، راه شفت واحد السيد كان دار لواحد الدخانه، كان دار لواحد السيد كيدعي انه بليه ما بقى فيه والو، وقال ليه سير راك بريتي وما تبقاش تشكمي، هذا راه زايد على دخانه، هذا راه شفتو انا دار لواحد السيد وقال ليه سير راه ما بقى فيك والو وغير كمي الا بغيتي تشكمي. المهم راه مجربينو الناس هادشي، هذا راه بتجريب مجربينو بزاف الناس، هما كانوا معوجين ووقفوا. وباش نزيد نقول لكم الناس ملي بحتاج في هادشي مع هذا السيد مع تدهشات تدهشرات بحال دهشرت انا ودهشتو نتوما، لقاو فعلا عنده واحد اللعيبه، لقاو من السلاله توشن عن خامون ومنساب الفرعون وكذا. انا نخلي لكم هادشي كامل في صندوق اللعيبه اخوتي كيف قلت لكم. ما عليناش ما عرفناش غدا غدا واقيلا غيطلعوا لنا شي جوج، غيقولنا انا هو جوج الاخر قلنا انا هو ما جوج مشكله. المهم كلشي اللي ترزق الله الله يسهل عليهم خوتي وحبابي. القصه ديالنا ديال اليوم للعبره، ماشي ما عندنا لاش راكم عارفين. ما تنساوش واحد التعليق زوين جيم بارطاج، اللهم صل على الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذا واحد الدري كيسكن في مدينه الرباط، بدات في واحد الحي اللي هو راقي. الدري هذا كان معاشر مرافق مع واحد الدراري اللي هما صلاقة حباسه مشرملين، داك النوع ديال باش بداوا النوع اللي تكون مثلا غادي دير شي كاسكيطه زوينه يجي يحيدالك سلسله ديال النقره وانت في المدرسه يجي يحيدالك. هادشي باش كيبدا هادشي شي يدي بزاف د الحوايج انتم غتسمعوهم دابا. الدري كيف قلت لكم ما كان مختلف على الدراري هادو اللي كان معاشر معاهم، هما اللي كانوا بغاو شي سبرديله ولا شي لعبه خصهم شي يسرقها ولا شي يسرق باش غيشريها، هو لا هو كانت ماليه في الام ديالو. ولكن شنو الغلط اللي دار هو انه مابقاش كيسمع كلام والديه، وكان تعاشر مع هاد الصلاقط هادو. من تعاشر مع هاد الصلاقط ولاو تيمشيو اعداديات ثانويات يخرجوا لهاد الشارع لهنا اللي لقاو مع صاحبتو، حيدو له سلسله تليفون كاسكيطه مكانه، راكم عارفين داكشي ديال التبرهيش، ما عارفينش هما راه بنقطه بنقطه تولي جنايات كيغرق بنادم. داكشي اللي غادي يوقع دوك الدري اللي خارجين ليها معاشرين معاهم، وداك الدري يدبروا عليها هذيك لا رومبيو الناس يكثر عليهم الطق غيتشدوا وما غيهزوا الضربه، غيديروا زوين مع داك الدري ولد دارهم ما جبدوش. الحكم هما فين شي داخلين خارجين وحباسه وادي، قالوا الاخر تيجي يعمر معنا من داك الحومه داري زوين علاش غادي نجبدوه، وادي ما ضرب لا حبس لا والو. هادشي شي وقع هويا من تشدو الخريط خوا التيران من 10 قوما 40 يوما فصار منهم. السيد من كان معاشر مع الدراري باش كان شنو كان تيدير، كان هو تيمشي يسرق هذا وهذا، داكشي واخدو غير بساله يجي تبريا لدارهم ها هو شوف راكم ما كانش ولدك وهادي والله تمشي نديك لاري بيه هو راه بان ليا دري زوين دري والو. خرجوا عليه داك الدراري دابا الحومه خواش الدراري مشاو للحبس، بقى بوحدي شوبين في الطابلو اللي دار شي لعبه راه مورق فعلا، دار الزبله الاولى الزبله الثانيه فكوا عليه الزبله الثالثه، بقى غادي في داك الطريق شغل كراسو في الحبس. حتى هو جنايات الكراسو مو في الاول ما تبغيش تجي لعندو حكم على انك تهضر معاه وادي، ولا صافي خليني نعرف شنو ندير انا عارف شنو ندير، كتقول عارف شنو ندير يلا سير دابا وريني شنو ندير داك شنو ندير. شدوه يومين ديال يومين ديال الكوميساريه جاع فيها الرجله والبساله وداكشي كامل تيتقاد تما حتى حد الكوميساريه، شويه يقول بنادم يا امي امي امي
هاك واش عيطها يا امي 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 والله ما باقي نعاود ما عليناش. خلات امه ما جاتش عند الكوميساريه تقدم عند الوكيل الرئيس حبس بوجده ضرب فيها شي 11 يوم عاوتاني ولا اكثر ما جاتش عند امه ولا تيقول صافي انا هذا اللي نخرج والله ما باقي دجاجه بان لي دايره السلسله ديال الذهب والله ما ديالها بغي حتى الانسان تيشوف من كيشوف راسو تعزل بوحديتو وعايش في بوجده بوجده عباره على واحد الغرفه اللي كيكون فيها 200 180 120 وما فيها حتى شي مسؤول على اللي غادي النوبه تسيق ودير باش تحيد داك الخنازله كلشي جاي شي خارج شي داخل عاود على راسك نعس حدا هي هذيك الدري غتجي واحد النهار من بعد البوجده كاين ديال الفيكتاج حيت فيكتاج فين غيديو لواحد الحي ديال با حيبه مختص بالناس ديال الجنايات الناس هذول كيكون عندهم جنايات يبقى يضرب عامين غير تواخر غادي يجي المحكمه 3 سنين 4 سنين كيكون عندهم ماشي بحال الابتدائيه جاي تاخذ 8 شهور عام عام يجيب معاك حكامك جينيتك تبقى غادي في قضيه فيها تحقيق كيدوك لهاد الحي دخلوه تما كاينه داو لواحد البيت ما عنده لا كاش لا والو نعسوه حدا الطواليط شكون داخل ما عندك لا كاش لا والو ما عندكش شي لعبه اللي غادي ني ما عندك لا قفه لا حتى شي لعبه باش نتعاملوا معاك شي داخل موسخ طويل تعاملوش مع ناس حدا الطواليط ماكلك لا غير الماكل ديال الحبس اللي شي يقول بعدا ما ياكل عاش وكدا وهذيك كلاها شي مرات شي ياكل بعدا الماكله نجي من المحكمه كتمشي للطار والزبل تاكل منه خبز حيت ما كاينش ما غيتفرقش صافي جاو من المحكمه حتى 12 الليل حتى 11 الله يلاك الانسان تياكل من الطار داك الخبز انا واحد منهم جاي من المحكمه من الانسان عطاني ناكل كناكل حيت نتخطفوا ليه على داك الخبز اللي فيه شويه حط عطاها لنا ومشى للطار وعاود جبد الخبز حنا شنو ناكلو عاد عرفنا راه تيجبد من الطار الخبز ومشات الناس كتجبد منه وش تاكل ما عليناش الجوع باش ما نقولش لك شي حاجه اللي كذوب الصراحه هي هذه نقولش لك فلان اللي كان تياكل هادشي كنا كنت يوقع لاي وكون اكيد انه يقدر يوقع لك حتى انت اللي كيخليني اللي كيخليني دائما نحكي لكم هادشي هو انك شوف شنو مشيت تسنى اي واحد الا درتي علاش غتمشي للحبس شنو كون شوف كيفاش عايشين داك الناس اللي داخل السجن بقى ناس تما كاينه حدا الكريه حتى الصباح الكريه راه الباب ديال الطواليط الصباح هو خارج للكور الكور هو ديك الساعه جالس تما تيتشمش وتيفلي داك القمل اللي فيه الانسان تلقاه جالس في الساحه حيد حوايجو شي في في القمل تلتفتو لي ولاد حومتو حنزز هذا فلان طن هذيك دات يلا تجي شي ندوك عندنا البيت حد جوج ولاد حومتو غندوك عندنا البيت وتمشي معانا وكدا هو ما عمرو تمشى معاهم في حومه ما والو وخاكك بغا يمشي معاهم قول لهم اها شفت شام نمشي معاهم هو غادي مع دوك الدري باش يحولو تيخرج في هذوك الرباعه اللي كان تيعمر معاهم اللي تشدو قبال منو فلان حيدو دوك الاخرين مو يجيبو عندو البيت هذوك هما علاش تيقلب هو جابو عندهم البيت دخل عندهم البيت حسنوا ليه دوش عطاو يبدل شفتو ليه التليفون عطاو هضر مع امو هضروا مع امو شوفي انت راه معانا وهادي وهادي وكدا وهضروا معاها وهادي الاخرى ليه وهادي عقلو وهادي طن ام ديالو نتوما راكم عارفين كبدا الوالدين جات لعندو تهلات فيه دوز حبسو مع داك الدراري عرفتي شنو اخوتي راهم ولاد حومة وحدة مجموعين 10 ولا 20 ولا 15 ولا كتلقاهم قبيلة ولاد نويل ولاد العكاري ولاد التمارة المهم ولاد 14 الدراري مراودين بنادم باش تراود بنادم خاص تكون حكار دير هذا رزقو سكوت نتا كدا هادي طن لفتيك تهضر في التليفون بنادم سكوت خاصو يسكت المهم قامعين بنادم تما كاين الطواليط راه ما يدخل لها حتى واحد هما الاولين راكم عارفين قدرت تشفق مع التسعود ما تدخل لها حتى الغدا مع الجوج ديما بلاد دخل شي دوش خارج وادي غير الحباسة هما اللي كيدوشو الدراوش راه شادة مخمرة وجالس تيمشي شي بيت واحد اخر لاباك لهم حلولة كيدخل ليه شكل كاع عاوتاني جالس في شي بيت نتوما كتناس في 16 وجي داخل الطواليط ديال 4 خرجي نعاد بعض الدو تيبقاو عليه كلهم تيدورو شي شفناه ما مرة معوج بلاد ما موضي ما والو كيبقاو عليه بالعصا مالهم مسكين جاي من البيت واحد اخر دخل عندكم الطواليط هي العادية ولكن الحبس لا تيقولو تجي تخنزنا مخمرة وجايبة لنا انا شي شتو شي عطيو قتلة هادي على زر تيندم تولي غادي ديه معاه في حوايجو اصاحبي وحق الله اخوتي المهم السيد الدو شاف داكشي كيفاش عايشين معاه كيفاش عاش معاه حتى واحد ما تيهضر معاه وهادي وما كاينش اللي كدا هو
مع دوك الكعك حتى هو انا بدا شي بسال عندو الزهر ضرب معاهم واحد العام وشهرين من داك ولاد حومتو تحكم اللي تحكم تهز اللي تهز هو ضرب عام وشهرين ما تحكمش جا خارج جا خارج اخوتي خرج مشى لدارو مبقاش يدير حتى شي لعبه مبقاش يدير حتى شي حاجه اخوتي شاد اللي كتقول ليه امو هو اللي تيديرها هو اللي كدار هذاك الشيء اللي قالت ليه امو راه هو اللي كاين دوزي ايام وسيري ايام حتى واحد النهار كانت شاش نقول لكم موازين كانت موازين مو موازين ماشي مهرجان ولا يتلاقاو حينا دا فسلا كدا طن فلان الاخرين خرجوا وتا هو يا خارج تلاقاو من تما كاينه من تلاقاو داو معاهم يلا نمشيو مشاو داروا واحد يديهم شويه ديال السرقه من هنا ومن هنا ومن هنا بحال ما كاين حتى شي لعبه لا غد لي عاوتاني طن 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 نهار الثالث ولا الرابع غادي باش يسرقو غيتبعوهم غيتشد غير هو يتبعوهم غيتشد غير هويا اللي غادي تشد من الاخرين غاديين يهربوا الناس من شدوهم هادو راه كانوا شحال بزاف سته هادي عصابه هكذا طن يديوه شوفوا وحنا القصه كامله غادي تبدل هو السيد من الدول قال شو كي كان المره الاولى وكي كان داس الباج دا وادي ما داو البيت داو نيشان ل البواجده ضرب البواجده عرف راسو جنايه داو الحايبه تفيكته مشى للغرفه ولا حباس مشى للغرفه في كان المره الاولى مشى تما كاين شي لقى دوك الدراري اللي كان خلى اللي كاينين صحابو شي عرفوه كذا وباسلين اغلبيه ديالهم تهزوه وخرجوه ولكن دراوش كاينين باقين شنو تبدل في البيت هو انه جا واحد خينا ميكروب ما تعرفوش هويا نهائيا وداك الشيء اللي كانوا دايرين ولاد حومتو ولا ولا دايروا هويا مطبقوا على الناس كامله ولا مطبقوا عليهم جا هو وين عسو فالدس قال له واحد خينا شوف انت بلاصتي دخل غتنعس فقال له لا خينا اش دير لهم ما دبرتيش له شي لعبه ما تشري لا بلاصه راه يديك بغيتي تشري بلاصه دبر عليه هو بغيتي شي واحد يعطيك بلاصه تنعس فيها تجي عندو تفاهم معاه هو دبر عليه شي لعبه ما تدوز عليه تكاكا داخل البيت دخل شي واحد شي طري في يديه ليه دخل كدا نافض لك عباد الله والسجن كلشي مكمش راضي بهاد الشيء هذا ويدخل هو ما عجبوش داك العيد ديال لما ما تنعش في سميتو غتنعس حدا الطواليط و تيشوف راسو قدام دوك الدراري كي كانوا كدا تتعامل معاهم داك الدراويش وكانوا ولاد حومتو واش دايرين البنادم تما كاينه ويلي انا غادي قرضني هذا شي ديال سبلها سبلها معاه صافي يجيب العز ولا كحز يا اما نفضو ونشدها انا ولا غادي نفضني لا غدا نتحول من هاد البيت هذا ما بقاش فيه افي غنقول لهم انا ولا حولوني كاع من هاد الكارتي كامل ماشي غير يتحول من البيت سبلة مع خونا خوتي دراع دش دش دت نفضو نفضو هذاك الدري البوجاجي ضرب داك السيد اللي كان شد كابران تما كاين شدو سلخو كابران عاوتاني ميكرو ما الكابران ما تيجيش واش يعطيو ميكرو باش يكون واحد النوع اللي معروف ما تسرطاتش ليه اي خليته للصباح بكري بحال كيدير كلشي بغا يضربك تيجي لك الصباح بكري تحل القريه باش يلقى فين يهرب ضربكش هو معاك في البيت تشدو دير فيه ما بغيتي تخليها الحق ليا تتحل انت ناعس ولا كاع كدور يجي يضربك وشي ربع عند مالي الوقت المهم القرية محلوله مش عارف راسو ضربك القرية مسدودة راه يوقع له ما لا يحمد عقباه داكشي اللي دار الحباس الكابران دري ناعس ويجي ليه نفضو بالليل جا ليه في الصباح ويشعل معاك شمطو عارف ديك اللعبه ديال انت فرشختينا كنت كابران كنت خالعهم انت جيتي قردنتيني ما غنبقاش عايش انا هنا مقردن نضربو باش يمشي لشي حي واحد اخر شي غرفه واحده اخرى اللي عاود يدير عليهم فيها عاوتاني كاع وكذا من هنا ضمن ضربو مشى عند مال الوقت مالكم شنو واقع شنو واقع
الصابونه، الصابونه يجمع حوايجك في دوك الحي واحد اخر. داك الدري اللي تضرب داك البوجادي كان داخل ولد دارهم ولا تضرب في وجهه، شي من تضرب في وجهه، شي الناس اللي كتضرب في وجهها ماشي شي نعيب عليهم، كاين واحد النوع مسكين تكون ولد دار وما صاحبي تضرب مسكين في وجهه يشوف الدم تيسخف، تيسخف وشي تعقد في حياته وشي كاين شي نوع تيتقبلها. الله يستر هادشي، مبغيوش ما تبغيش العدوك اخويا العزيز، الوجه راه سبحان الصوره ديال ربي سبحانه وتعالى، اي واحد راه عزيز باغي يكون زوين عاد كيزيد انت تكون في انسان شي ضربه واللي هي خايبه بحال الدري لا اللي ضربه خايبه في وجهه عقداتو. شنو قالوا لي الدراري ولاد داك البيت؟ شوف هذا اللي كان داير لنا وكذا وكذا، وادي من طيرتي لنا وادي، وعلى ودك ناتسنا على ودنا نوض الصداع، وادي انت اللي غتشوف في كافران داكشي اللي كنا كنديرو معاه هو غنوليو نديرو معاك نتايا ونتعاملو معاك وادي وهانيه. فعلا الدراري مشاو جابوا لي داكشي ديال السيكاتريس بومادات زيت كذا كلشي تيجيب لي بيت كامل، كلشي كيتعامل معاه، كلشي تعامل معاه تعامل فوق ديال شي حاجه ما في الطوب ديال الرجال، الدوايات شنو خصك وهادي جيبوا لي الحوايج جيبوا لي اللي بغا تيليفون تناقشوا لي فيه، مو قدروا بنا داك السيد راه تضرب في وجههم على ودهم، وحيد لهم واحد السيد اللي كان قاهرهم ناعسين بالسبان فايقين بالسبان. فرحوا الدري هذا خوتي اللي تضرب في وجهه، واخا تيتهلاو فيه الدراري وش يديروا فيه كل شيء، شنو ولا تيدير؟ الناس كامله ناعسه وش يدخل للطواليط تيبكي، تيبقى يدخل للطواليط وتيبكي في الاول، شويه شي بدل تيبان الناس كيخرجوا كيخرجوه من الطواليط، كيدخل شي واحد كيبغي يدخل للطواليط كيلقاه ضارب يدو ودير بحال هكا تيخلي الدم تيهبط في الطواليط، هو ما يلقى الصب خلي كيضرب يدو تيخلي الدم تيهبط في الطواليط وتيبقى يبكي. تيجيو تينوضوه، من تينوضوه تيبدا يدير فيها هو ديك الوقيته كيدير فيها كانه راه فيه شي جن راه تقاص بداك الدم وداك الشيء، علاش هو الدري اللي فيقو شي يقولوا ليه الا ما تبقاش تدخل الطواليط اصاحبي ضرب راسك، راه الدم راه الجنون راه كدا راه هادي راه غتسكن راه داكشي حتى هو اللي بغى يدير لهم راه تسكن راه شدو الجنون راه كدا راه هادي، و تيهضر الهضره ديال هادشي هذا اخوتي راه ما كاينش، راك تيقاري كتاب الله ربي راه جعل بيننا وبينهم حجاب، هما ما كاينينش معنا كاين بلاصه وحده اخرى، الناس خد قرا غير كتاب الله ماشي خدام عقلك، قرا غير كتاب الله وغتفهم كلشي، واش غتصدق الله وتكذب هاد الناس جوك حكا راه شفتو وقع ليا هكدا عرفو راه كذاب، ربي راه قالك جعلنا بينكم بينهم كاين حجاب، اما غتشوفهم ما غيشوفوك، ماشي ديك لا ترونهم ولا يرونكم ولا يرونكم ولا ترون، مابقاش يكذب الانسان. هنا السيد حباس تسنى منو اي لعبه دار في هذيك اللعبه، راه مع الاسف الناس داخل البيت اميين تيقو داك الشيء واه يخنا لي كيدخل كيش راه الجنون، عرفتي البيت كامل تيهرب منه كلشي شي طلع لبلاصتو كيبدا يفير بالكيسان، كيبان لك بنادم مخبي في كاشه وملو مخبي في كاشه ومخبي تحت البياص، كيبقى يدور حتى شي واحد يفير على بنادم قرعه ديال السيرو اي حاجه بانت لي ريشو يهزو داك الشيء اللي كيطيب. انا ولا شي يقولوا مالا حبيبي غير مسكين غير مقيوص غير كدا، ولا كيطلقوا لي القران وادي والو، حتى شي يقول لي راسو عاد تيدير ديك شي هي عاد تيريح شويه باش زاد تيتبتهم ولا تي في الاول. شوف راه بدا غير بالضحك اخوتي، لكن ربي راه تيعاقبك بطرق وحده اخرى. نشوف ولا عاوتاني كيدخل الطواليط هادشي بلا ما نخليو راه اللي زار تيطلع تيجي يدبر عليه وتيعطيه وتهلا فيه بلا ما نخلي، ولا تيخرج يدخل الطواليط يضرب راسو يبقى يشرب الدم يشرب الدم، ولا شاف شي واحد شي نهار ضرب راسو ولا شي لعبه يمشي يشد ليه يدو يبقى كيدير هاد الاستعراضات اللي هي خاوية هادشي ديال الحبس. شي مرات عاوتاني تيبان فاش تيسخف تيجيو يخرجو يديو عند الطبيب يدق ليه البراو هادي، ولا مخرج ليه دوسي عاوتاني ديال المزنزنين غير تشوف غير هنينا طبقها عليهم. حنا من طبقها عليهم شنو غادي يدير اخوتي؟ ولا اش كدور ليه شي يقول للمساجن اللي معاه في البيت بسببكم باش تضربت في وجهي بسببكم باش كذا بسبب دير لهم غرا خطيه غرامه انت كوا شحال غتجيب ليا وشحال غتجيب ليا وشحال، بغيتي يبقى عندك شي تليفون تدبر عليا انا ما غتدبرش على مالي الوقت وكذا، ولا دير لهم داكشي ديال كاين واحد اللعيبه
ديال الشيء ديال كان تيقول لهم فرعون، تيقول لهم انا هو ربكم اعلى. شو باش كانت نعيش وكذلك هذا السيد هذا قال لهم ولا اكثر من فرعون، ولا تيقول لهم حتى هو اكثر من الكلمه هذه. كشد شي واحد كيتعدى عليه تيقول له دعيتك الله، تيقول له سير انت شي ديال البنادم. كان شي من صحابك كتطلع 100 درهم كتجيب عليه، معاك يدخلوا الناس مع 11 شونس كيقول لهم الشيفون تسيق، واش يضربوا الشيفون، الشيفون تسيق الانسان. عند الشيفون واحد الوقت ديال ربع ساعة كاع ولا نص ساعة غتنشف في الأرض، يمكن الإنسان ديك الساعة يخرج يجلس في الأرض، ولا بغا يمشي للطواليط يمشي، ولا بغا يمشي شي بلاصة يمشي. هو متيخليتيش شي واحد يمشي، ملي كتدخل مع 11 ونص حتى لجوج ونص تيخليو يبقى يدورو غير هادوك اللي تيدبرو عليه. شي درويش يقولك جلس، كانت شي مراود بنادم قهرهم، ضرب معاهم واحد الصيف كيدخل. راكم عارفين الناس ديال اللي في السجن الماء ما كاينش، عباد الله كتسقي الماء خوتي، راه الناس كتمشي تسقي الروبينيات كاينين في الساحه. اش كيديروا الناس ما لاقيش حتى ما تشرب، هو كيمشي تحشاكم واحد البركاسه تيعطيها لواحد البلانطو اللي هو واحد الدريويش، تيقول له سلع بتشيد وكذا وجافيل، تيقول سير بقا تعمر البادو وبقا تجيب عمر فيها. تيعمرها وماشي يدخل هو خشيه تما كاينه في الطواليط، ماشي حتى خشيه حدا بلاصتو ولا شي حطه في الطواليط مخبيه، باش يدخل كيبقى فيها. مين تيدخل ولا بغيتي تدخل الطواليط تيقول لك دخل، دخل انا عطاك بداري ماك اصاحبي، تيقول لك ماك انت واحد الكلمه بغيتش نقولها لكم ديال الحباسه ما فهمتش انا، تيقول لك ماك انت هكا ديال الذهب ولا ماش كيفاش تيقولوا لها، ورا انت راه بشر اكثر من الذهب، انسان ما عرفتش كيف حباسه امراض. كيدخل اخوتي بلا مزير حيد حوايجو قدامو، ولا خونا خونا في الله هاني عادي وطلق الماء خلنا الزيني يضربوه، هو جالس يدير باع. المهم تكلب ولا معدي، ولا معدي، ولا كيجيب كارطه تيحطها ليهم من الجمعه للجمعه، من الجمعه للجمعه كيجيب كارطه، كارطه راه كتباع اخوتي داخل السجن، كيجيبها مع بنادم من الزياره تيحطها ليهم تيقول لهم غنلعبو، تيبقاو يلعبو. الا داها هو راه صافي ما كاين حتى شي لعبه، ولكن الا ما ربحش هو داك اللي ربح دبر عليها، حيد ليه ديالو وتعدى ليه، وهادشي خصو دائما يديرو، حيد بنادم ديالو وهادي يغمق، عرفتو كيغمق على هذا ويعرف على هذا. فعلا انا ما قدرش شي واحد اللي يضربو، حيت كان ديجا واحد كثر منه ما كانوا يقدروا يديروا معاه والو، حتى جا هو وضربو تضرب عليه ودهم في وجهه، وانتم عارفين بلي كيتخاف وكذا وداخل السجن، بقات تما كاينه مغول عليهم. شي جا الدراري تما حتى هما كانوا عارفين راه توقع له شي حاجه، شي حاجه غتجير بيك، يا اما غادي ياخذ شي 10 ولا شي 20 في الحكام ديالو، ولا غتوقع عليه شي حاجه خايبه. الدري بكثرش ما طاغي على عباد الله، جا واحد الدري حتى هو جديد، ما اول شتا مسكين ما عارف حتى شي حاجه، ما عارف والو اخوتي. واحد الدري في داك البيت اللي فيها تسع ساعة، في داك البيت اخوتي شافو دحومتو جابو لعندو بوجادي، ما عارف والو، ما عارفش بانك راه الا سيقتي ما خصكش تخرج، ما عارفش داكشي اللي خصك تعطي الكبران بالزياره، ما عارف حتى شي حاجه. جا الدري هذا شوفو ربي يمهل ولا يمهل، الناس هذا باش نسمي الدري هذا وحيدت من هاد القصه بزاف ديال الحوايج باش ما نطيحش مع عائلته في المشاكل. الدري بوجادي اللي دخل تزير تيقول له خويا نخرج الله يرحم الوالدين للطواليط، تيقول له ريح ولا نعطي لامك ريح شي واحد يخرج، شي الناس عارفينه ما يقدر يخرج حتى شي واحد، قطعه فيهم ولقيش قبل ما يكونوا غاديين يضربوا الشيفون اللي هو التسياق يسيقوا، تيقول لهم هزو داك الرواش الريشواش كتكون تيطيبو فيهم، تيقول له حطهم فوق واحد البوطاجي حيدهم من الارض، تيحطهم فعلا في البوطاجي وتيخليو داك الشيء يطيبو كامله ولا طاجين ولا هادي باش ما تكنزش. الدري مسكين زير حيت ما يمكنش، ماشي بوعاب باسال ولا عنصر ولا كدا اللي غيتجرأ يدير ديك اللحظه يخرج ولا هضر مع الاخر غيضربو، الدري غير تزير قبل ما يخرج. الاخر قال لي شوفوا انسان عارفه بنادم داخل كابران خويا الله يرحم الوالدين، خرج تزير الله حتى غنطردك انا مزاوك فيه البكيه،
يقول سير اخي جي ربي ما يخرج عدو الله يا ربي تسمح لي على الكلمه. هو اللي قال ماشي انا. قال سير واخا تجي امي لا خرجت تابل للطواليط وخي هبط قال لهم فهاد اللحظه والله هو قال لهم ما نخليش بحال هكا. انا ما نقدرش نقول لكم نتوما راكم غتكمل من عندك. قال لهم ما نخليش يدخل الطو يدخل ويلي انت يهبط لهاد الشيفون ويدير وكذا فرعان عليهم ولا قرطاو به كذا ما بقاش يصحى ما بقاش يقول ان شاء الله. فديك اللحظه السيد تزير خرج شي جري للطواليط صافي قال غير ندير بيبي ويقتلني اللي بغا يقتلني ويخرج شي جري مسكين مع ديك الاخر جاي من وراه. شنو جاي؟ جاي من وراه باش غادي يهز الريشو ويضربو به على الراس. ديك المزيه اللي جاي من وراه قال واه بغيتي تموت يا ولد ما مشى للريشو اخوتي ما مشى للريشو زف ان لله وانا اليه راجعون. الدري اللي مات بالريشو داخل السجن سالا ما هز الريشو بيضرب في خونا دايز الضو والما في رجليك الشيفون وربي كبير انت توصل انك تتحدى ربي سبحانه وتعالى ولا كتكون معدي وكتظلم وانت دير عارف النهايه ديال الانسان كتكون خايبه بزاف. الريشو اخوتي الضو كان بامكان ان المساجن ديك اللحظه اللي شافو ززت شي واحد يطير بالكاشه يضرب العايبه ولا هادي ولكن لا سعداش كفاعل الخير ديما دايره زوينه فهمتيني الناس كوا درويش مسكين كيتلحوا عليك في العافيه ملي كتكون بحال هكا مع المعدي وهادي حتى واحد ما يقولها فيك زوينه وحتى واحد ما يبغيها فيك زوينه. وحتى هاد السيد هذا شو دابا هو راه مات الله يرحمه انا قلت لكم الله يرحمه بعض ديال الناس راه ماشي يقولوش فيه الله يرحمه ماشي باقي ما تذكروش بمزيان الحكم على ان داكشي اللي كان تيدير رغم انه هو راه ما خلقش خايب. داكشي شنو اللي خلاه يديرو هو انه دار علاش انه يمشي للسجن. داكشي راه ديجا كاين في السجن هو الساريات ديال الحبس تاع الدو الحقره الدورم كدا هادي المرض ديال الحبس السم ديال الحبس. انت ملي كتمشي للحبس عرف راسك راه تمرض بهذا الشيء هذا غتمشي معاهم في الطريق هذا ملي غتبقى راسك تضرب شي في وجهك تبدلات حياتك. خوتي راه دائما اللي تيخليني نحكي لكم بحال هاد القصص هذا هو انك تستافد وما تقولش راه حتى شي واحد ما كاين داخل السجن لاقي راحتو وباغي ولاقى كيف بغا راه ما كاين ما احسن منك انت ولا انت اللي كتفرج فيا. انت حر انت هو الراجل تدير ما بغيتي كتمشي فين ما بغيتي عايش بالحلال وبخير لا تابع لا متبوع. شي يجي يكذب عليك واحد يلاه خارج مع الرقالوبيا مسوسه كل حجر حيتو كامله مضرب 20 عام ولا 10 مضرب عدس بالحجر البصاره مكتوبه فيها صالحه للمواشي خبز كرم واحد الهاله هاله الخنز العفن شي بغي يقولنا بدم انا راه كنت مقهور وشي قلبه انا هو قاهر كذا انا هو فلان انا هو كذا انا كنت شي خوتي راه غير كذوب والناس كتولي تتبع البوز باغا تشهر انا حكا انا حكا الناس تقى الله غير في نفسها فهمتيني عارف انا راه حتى ولادها غيجي واحد النهار تصنت لداكشي اللي كتقول تجي كذب بيه على عباد الله ولدك من دازت البرا يدوز الخير يبغي يكون كثر منك حيت ولدك راه قدوه ديالك. اي شخص عنده ولادو كدا بنتو شي يدير تيكذب على عباد الله انا راه كدا انا راه كدا اتقي الله في نفسك خوتي احبابي نتمنى بما امكن انني كنت خفيف ظريف عند القلوب ديالكم. ما تنساوش واحد التعليق زوين جيم بارطاج تحياتي لكم كاملين من القلب الخالص.